أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ياريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. 3 2 1. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة، مكملين يونت 10 للطلاب الصف الأول الإعدادي، ونبدأ من الفعل ميك. والفعل ميك معناه يصنع، تصريفه التاني ميد والتالت ميد. لكن عندي تعبير اسمه إز أو آر، ميد أوف. إز أو آر حسب الاسم هنا مفرد ولا جمع. ميد أوف معناه مصنوع في من أو صنع من، مصنوع من، made of. طيب لو جت made from برضو معناها مصنوع من، اما made in معناها مصنوع في، وmade by يعني مصنوع بواسطة. طيب امتى اختار of وامتى اختار from؟ اختار made of اذا لم يتغير شكل المادة، اذا لم يتغير شكل الايه المادة. زي ايه؟ لو قلت chairs الكراسي are made of، مصنوعة من wood من الخشب، هنا قلنا ان الخشب ما تغيرش بعد الصناعة. طيب لو bread is made from، القمح مصنوع من، wheat من الخبز مصنوع من الايه من القمح، هنا شكل القمح اتغير وبالتالي قلت made from. كمان عندي chairs جمع خدت are، وbread مفرد فخد is. طيب اما لو حبيت اقول العربية اقول this car is made in، صنعت في، اجيب السنة او المكان، يعني اقدر اقول made in Japan، صنعت في اليابان، او made in 2020، سنة 2020. طب made by صنع بواسطة، ويجي بعدها الفاعل this car is made by Japanese، هذه السيارة صنعت بواسطة اليابانيين. طب لو حبيت اسأل، تعال نشوف السؤالين اللي معانا. السؤال الاول بيقول what is ولا what are chairs made of، what are chairs made of، مما صنعت الكراسي. اما السؤال الثاني what is bread made from، مما صنع الخبز. كده عندي قاعدة بتتكلم عن there was يعني كان يوجد، للمفرد يجي بعدها اسم مفرد، او there were كان يوجد ويجي بعدها اسم جمع، ويجي بعدها ايه اسم جمع. طيب تعال نشوف there was a sofa in the living room، there was a sofa in the living room، كان يوجد كنبة في غرفة المعيشة، او there was rice in the kitchen، rice مفرد وصوفة مفرد. طب لو الاسم ده جمع اقول there were، there were boats كان يوجد قوارب، there were taps كان يوجد حنفيات. في النفي بحط not بعد المساعد، وبالتالي انا عندي قاعدة بتقول لما نيجي ننفي نحط بعد كل مساعد not يظهر لي ايه؟ there wasn't a storm yesterday، ما كانش في عاصفة بالامس. طيب لو جمع يبقى there weren't any cars، لا يوجد اي سيارات in that street، في هذا الشارع. اخلي بالي ان any تستخدم في حالة النفي او الاستفهام، any تستخدم في حالة النفي او الاستفهام. there weren't any vegetables in the fridge، there wasn't any meat، يبقى مش مهم الاسم جمع ولا مفرد، ولكن any تستخدم في النفي. do you have any tomatoes، any برضو هنا جت في الايه في السؤال، يبقى any في النفي والسؤال، any في النفي والسؤال. was there any salad in the dish، was there هل كان يوجد، وبالتالي قلنا any، يبقى any معناها اي تستخدم في النفي والايه والسؤال. اشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.